الشغل أينما كنتم أهلا بكم في ميكرو سبور. منتخب الوطني المغربي غادي يواجه نظيره منتخب النيجير برسم مباراة ودية، وبهذا الخصوص اللي منزلنا الشارع المغربي باش نسولوا بعض المواطنين شكون هو اللاعب أو اللاعبين اللي ما تبغوش تشوفوهم في هذه المقابلة. بقاو معنا نشوفوا أجوبة ديال الناس. هما كاينين بزاف ديال اللعابه، ماشي اغلبيتهم باقي ما منقارنيش مع الاجواء، ولكن كاينين شي وحدين خاصهم يريحوا شويه باش تعطى فرصه لشي وحدين، بحال مثلا نبيل درار لاحظنا نقص المستوى ديالو، ما بقاش كما كان شحال هذا، يعطيه فرصه شي واحد اخر، بحال مثلا كاين هذاك المزراوي ديال اجاكس يلعب في بلاصتو يقدر يكون حسن مستقبلا، هذاك غيكون مستقبل ديال المنتخب الوطني المغربي في هذاك البوست. المهم نبيل درار خاصو يريح شويه باش تعطى فرصه لشخص اخر. المنتخب خاصو دابا تعطى الفرصه لي جون، فهمتي بحال نبيل درار والدراري اللي دابا كبروا شويه في السن، خاصهم يريحوا شويه ويعطيو الدراري دابا الشباب كيف قال الاخ لاعب مزراوي، وبحال لعاب ديال نشوفوا دابا في البطوله كاين بوطيب تعطى الفرصه حتى هو، بانون راه ما كاينش بحالو في الديفونسور ميور جوور كاين دابا في البطوله. اللاعبين اللي السن ديالهم تجاوز 30 سنه، انا ما عرفش هذاك عادل تعرابت غوت عليه، يمكن فايت 30. كاينين شباب مثلا كاين لعبة ديال الرجاء ديال الوداد ديال الحسنيه، هاد لي جوور اللي لعبوا في كؤوس افريقيا ابطال والكؤوس سنغوتو عليهم، وبالاخص اللعاب المحليين. شوف بار اكزومبل هذاك ديال اسي المباراه ديالو البارح سميتو ماشي حمد الله، الاخر اللي لعب قل من المحليين رقم 7 نتذكر سميتو، تبارك الله ان بون جوور، وكما تنقولوا حنا باللغه ديال الكره في يدو وفي رجلو، وعندنا الله كثر خيرهم كافحوا معنا بحال هذاك ديال الفيكي سميتو القصور، بحال هذاك تعرابت هذاك اللي تلعب في هولندا هذاك الصلع الاحمدي بوصوفا، هادو كذلك عندنا شباب محليين تلعبوا مثلا الحفيدي كاين، هذاك ديال الوداد اللي يلعب في المنتخب ديال قل من 23 سنه ناهيري، عندنا هذاك ديال اسيليكليك الشباب، بغينا الشباب واخا نبقاو 3 سنين اخرى من بعد 3 سنين نحمروا وجهنا نفرحوا المغاربه، حنا دابا كاملين دابا ما مقلقين على المنتخب، واخا يجيبوا اللي جابوا مازال باقا هذيك الضربه ديال مصر على في المثل هذاك ديال اجاكس زياش، ما كانش هذاك تيلعب في الطقس بارد بديتي لعبتيه 37 40 ديال الحراره، خليه حتى نص ساعه الاخر ندخلو من الاول، سي ما يزقل بيلانتي سي ما يدير بزاف الحوايج ما مزيانش ما بانش كاع. كاينين ناقصين شويه وكبار، خصهم يدخلوا الشباب 20 عام 21 شباب صغير باش ما يكونش نقص في الكره، اللاعبين شويه ناقصين خاصهم الخدمه ناقصين. اللاعب اللي ما يخشوش بحال الناس اللي عندهم سن كبير بحال بوصوفا بحال ذاك اللي كيلعب في الزمالك المصري بوطياب، وكاين شي لعابه صغار اللي هما خصهم يكونوا يلعبوا يكونوا في مستوى ديال اللعب. لا بالعكس زياش باقي صغير عنده، ها هو باقي عنده الضغط ديال المباريات والضغط ديال الجمهور، باقي داكشي اللي وقع في كوب دافريك هو اللي مأثر عليه، هو مزيان. شيء مؤسف اننا تنشوفوا المنتخب في هذا المستوى هذا. المهم كاينين اللاعبين في مستوى لاعبين ديال البطوله الوطنيه انا عجبوني في الماتش اللي فات، وبالنسبه للاعبين اللي تيلعبوا برا تيبان ليا تعرابت مستواه هابط، بالنسبه لدرار حتى هو مستوى ناقص شويه، اللاعبين المحليين بانوا ليا في مستوى عالي، خصهم غير شويه ديال التجربه والتجانس. الخلل في المنتخب هو خلل قديم ماشي وارد اليوم، يعني يجب اعاده هيكله الطاقم الاداري والاداره التقنيه ومجموعه ديال القوانين المسطره اللي خصها تعاد فيها النظر. صراحه كيبان لي اللاعب حكيم زياش ما يمكنش، كنتمنى على انه ما يلعبش هذه المباراه لماذا؟ لان النفسيه ديالو
صراحة كتبان لي خارج على الإطار الكروي، لأن شنا ضيع ضربة جزاء في المباراة السابقة، المباراة ودي أمام بوركينا فاسو، ربما ما غيكونش جاهز ذهنيا، عليه ضغوطات، الضغوطات اللي كتكون عليه في المنتخب الوطني ماشي هي اللي كتكون عليه في داخل أجاكس، فكنتمنى على أن اللاعب حكيم زياش ما يكونش حاضر في المباراة في مباراة النيجر. إذا مشاهدنا كيف ما شفتوا معنا في الأجوبة ديال المواطنين كانت مختلفة، بحيث الأغلبية منهم قالوا على أنه ما يبغوش يشوفوا اللاعب زياش، والبعض الآخر قال على أنه ما يبغوش يشوفوا أيضا اللاعب تعرابت واللاعب ذرار بكونهم ناقصين في المستوى. إلى هنا مشاهدنا وصلنا لنهاية الحلقة، كنضرب لكم موعد في حلقة جديدة بحول الله، إلى اللقاء.